قعدنا دلوقتي مع اليوجا، واليوجا بتخلي كده الواحد يعمل ريلاكسيشن مع نفسه كده، والنفس تبقى صافية والذهن يبقى رايق والواحد يعرف يركز. وكمان في بعض الحاجات اللي في الجسد ممكن نعالجها بطرق، لو عرفنا التكنيك هنعالج حاجات كتيرة بالنفس وبالجسد. صح يا مي؟ صح، اهلا وسهلا بيكي. مي صقر مشرفة ومنور. ميرسي، ازيك ميرسي، انت بتيجي من اسكندرية مخصوص. ميرسي جدا على ليك، راسي من فوق. الله يخليك. احكي شكرا. لي بقى النهارده، فكرينا كده هنتكلم عن ايه؟ النهارده يعني ان شاء الله الحلقه دي واللي جايه هنتكلم مينلي على الديسكات. الديسك النهارده عايزه اركز على تمارين خليني بس للديسك. اقول للناس يعني ايه الديسك. احنا العمود الفقري بتاعنا فيه 33 فقره، من اول الرقبه لحد اللور باك لحد تحت خالص، تمام. كل فقرتين بيبقى في بينهم سائل، اوكي، في بينهم السائل. المشكله ان احنا من كتر القعده الغلط الفقرات دي بتعمل كومبرس، بتضغط، فلما بتضغط السائل اللي جوه ده ممكن ان هو يطلع، فلما بيطلع بيلمس في الاعصاب، فده اللي هو اسمه انزلاق الهيرنيتد ديسك، الانزلاق الغضروفي اللي بيبقى موجود، اوكي. فساعتها بقى فبيعمل العظم الام هيحط، فظيعه، ده العظم يحك في بعضه. العظم يحك في بعضه. هو في كذا نوع على فكره من الديسك، بس هو الانزلاق هو لما بيطلع شويه سنه صغيره، العظم مش هيحك لانه بيطلع سنه، لكن هو بيلمس في الاعصاب اللي موجوده حوالين العمود الفقري. عشان كده تلاقي الناس لما بيبقى عندها ديسك في الرقبه بيسمع فين؟ في الشولدرز، الاكتاف، وتلاقي تنميل في الايدين، سام تايمز كهرباء، يحسوا بكهرباء. اول ما يلاقوا دي علامات ان في مشكله في الرقبه، بدات بالرقبه فسمعت في الكتاف، في الارم، في الدراع، في الاطراف، في الايد. اللور باك بيسمع فين؟ تحت الرجلين، في الرجل. تلاقي برضو تنميل في الاطراف بتاعه الرجل لما بيبقى فيه مشكله. ده ليه بيحصل بقى يا شريف؟ ليه بيحصل؟ اسباب كتير قوي. اول سبب القعده الغلط. انا في رايي، انا بيجي لي ولاد صغيره، يعني طبعا الديسك عامه ده بيجي كل ما بنكبر في العمر، كل ما بنكبر في العمر الجوده، الكواليتي بتاعه الديسك نفسه او الفقرات بتقل. الاوفر ويت لما الواحد بيزيد زايد، القعده الغلط والبوستشر ده حاجه مهمه جدا. يعني ايه بوستشر؟ ان انت تظبط قعدتك. اوكي، في ناس تقعد تقول لي لا مش عارفين نظبط قعدتنا. طب انا عارف صح؟ لا، مش انت في كتافك مش عاجبني. يعني ارفعها فوق وباك ودعم، تفتح الشست، عمودك الفقري ده ستريت قاعد كده. بس انا عمودي الفقري عندي تقليل مظبوط، بس انا مشكله في الكتاف. خلي دايما بالي ان هي وقع لقدام ولا ايه؟ لا، ساعات لما ما بتاخدش بالك بحس ان الكتف واحد ساقط عن التاني. الفكره ان الميزه ان جسمك، جسمنا عنده ذاكره، عنده ميموري زي مخنا بالظبط، هيحفظ الحركه الجديده. لو احنا ركزنا ان احنا نظبط البوستشر بتاعنا، شكل جسمنا، هيحفظ الجسم بالذات لو ريحناه. لا، غير ريحناه، يعني احنا دلوقتي الولاد، انا بيجي لي الايام دي اصلي اللي خلاني افكر في الحلقه دي، بيجي لي اولاد من كتر المذاكره قاعدين على الموبايل. انت عارف يعني ايه قاعد على الموبايل راسك لتحت؟ اوكي، الراس دي اتقل حاجه في جسمنا، محمله على ايه كده؟ على الرقبه. صح، الرقبه لازم الراس تبقى مظبوطه يا جماعه، باك سنه، علشان تتشال كده الرقبه والشولدرز، الاكتاف، يساعدوا ان هم يشيلوا الثقل ده كله. فده على اللونج رام بيجيب ديسك مع الوقت. واحنا قاعدين على السواقه الكتير، القعده الكتير، القعده الغلط، كل ده بيخلي الفقرات تبقى كومبريس، تبقى مضغوطه، فتعمل لنا ديسكات. اوكي. كنت سالتني سؤال ده. بس كده انا كنت سالتك انا كده قاعد غلط ولا صح؟ بس قلت لي غلط. لا، قلت لك الكتاب بس محتاجه تتظبط. تتاكد ازاي انك قاعد صح. ازاي؟ ممكن تجيب مخده، الناس حتى وهي في المكتب، او بلوك زي دي دايما نحطها بتوين جنب عظمتين، في النص بين عظمتين اللوح. اوكي، انا اهم حاجه تهمني ان انا افتح التشست بتاعي. يعني ممكن بعد كده واحنا قاعدين نعمل كده. المفروض نعرف ازاي ان احنا صح. احنا الودان فوق الكتف، اوكي، ودنا فوق كتفنا، راسنا مش عامله كده ولا كده، ان سنه، فدي القعده المظبوطه. كتفنا فوق الهيب كده، كتفنا مظبوط. واسهل حاجه ان احنا دايما، مهم جدا برضو، الحاجات اللي بتجيب ديسكات، ضعف عضلات، ضعف العضلات. يعني انا عضلات البطن دي مهمه لانها بتبروتكت، بتحمي الظهر. اوكي، عضلات الرقبه دي مهمه، لازم نعملها تقويات. وانا النهارده هعمل ازاي نعمل تقويات لعضلات الرقبه.
النفس اهم حاجه، تاني حاجه مهمه جدا يعني بعد البوستر ان انا اظبط قعدتي اتنفس. بجد بجد الناس بتنفس غلط، والموضوع ده مش هزار، بجد حقيقي. ليه بقى؟ حتى بنسميهم التشست بريذر، الناس اللي بتتنفس من التشست بس، من الصدر بس. المفروض من البطن. المفروض من البطن. فانت دلوقتي لما بتتنفس بس من الحته دي، هو الشالو بريث اللي بناخد السطحي، النفس السطحي بتاعنا، انت محمل على عضلات التشست وعضلات الرقبه. فبالتالي بين اوجاع، اوجاع فين؟ اوجاع في الرقبه، ستيفنس، خشونه، مفيش موبيليتي، يعني مفيش انسيابيه كده في الحركه. ده ممكن النفس لوحده لو اتنفسنا صح يساعدنا ان احنا نفك العضلات. اوكي. لان العضلات من كتر النفس الغلط بقت ستريسد. يعني في ناس في كلاسز اليوجا تقعد تدمع، تتاوب، ريليسنج، بتطلع العضلات بتاعتها الستريس بيطلع بيفك. فاحنا يعني هيبقى يعني انقذنا نفسنا لو بس عدلنا قعدتنا واتنفسنا كويس. لان حتى لما ناس بتيجي بعد علاج طبيعي، حد عمل عمليه، ما بيعملش تقويات. نفس الغلطه، احنا لازم نصلح العيب من ايه؟ من الاساس، صح، من الروت، علشان ما يرجعش تاني. فكل الحاجات، مسكنات، كل ده هيبقى ايه؟ مؤقت. ده لان احنا ما بنعالجش السبب نفسه. ايوه، لازم نروح للسبب. انا ليه ظهري وجعني؟ مثلا واحده بتشيل ابنها كتير عشان دايما بتشيلي تقيل. انا ليه؟ احنا قاعدين على البلاي ستيشن، الاهالي سايبه اولادها بالست سبع ساعات على البلاي ستيشن، قاعدين قاعده غلط. الولاد تبقى عامله كده، او على الموبايل او على الكمبيوتر. لا، انا هبدا ارفع الموبايل ناحيتي. اوكي. ابدا ان انا احسن قعدتي طول الوقت. قلت دايما في الحلقات اللي فاتت اسهل طريقه ارفع الكتف فوق، ورا، باك، داون، افتح التشست. انت كده حتى بصي انا لما بعمل كده انت كده تحفه. في اصوات بتحصل ورا. ده ايه ده؟ ما كلبش العضل. طب تعالي كده. لا تعالي اسمعي. لا تعالي جنب، تعالي من هنا اهو. بصي انا هعمل الحركه دي، اسمعي ايه اللي حصل. ايه ده؟ ضغط. ده ايه ده؟ اتنفس بقى يا سلام لما تعمل الحركه كده. بصي دي. طب استني، طب خد شهيق وانت بترفع، زفير، باك، وداون. يا خبر ابيض، ايه الاصوات دي؟ طب بقول لك ايه، في حاجه تانية حصل محلك. تعالي بصي، اقفي هنا اهو. بصي بصي، ما حصلش ده هيحصل ايه؟ اسمعي. ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت بتتحركش؟ لا بتحرك. هو في حد بيتحرك غير مني؟ ده انا طالع نازل. سمعتي؟ لا بس انت برضو اصل انت بتتحرك وبتروح وتيجي، لازم تتنفس، ولازم شويه فلكسبيليتي، استرتشات، حاجات بسيطه. يعني كل ده بيفك الايه؟ العضلات، اصل التنشن والستريس، كل الحاجات دي. ايه الاصوات اللي بتطلع مني دي؟ ده انا لو اكل كرنب مش هطلع الاصوات دي، مش طبيعي. العظم كله عم بيفكر. ماشي، لازم تلعب يوجا على فكره. بقالي كتير قوي ما لعبتش. هقول لك بقى على اخر حاجه. اتفضل. يا سلام. طب ايه رايك وانا بعمل النهارده الحاجات تعملها معايا؟ ما انا لابس جينز. لا احنا قاعدين. ماشي. مفيش اي حاجه. مكحة. اوكي. اول حاجه هنبدا هقول لهم على اتنين تكنيكس للتنفس بيفرقوا جدا. اول تكنيك اسمه البوكس او السكوير، المربع. المربع. اوكي. ان احنا ناخد الشهيق من مناخيرنا في اربع عدات. هتتاكد ان انت وانت بتاخد الانهيل البطن بتطلع زي البالونه. نهولد، اكتم النفس اربع عدات. اكسهيل اربع عدات. هولد، اكتمه تاني اربع عدات. اوكي. سكوير تاني. انهيل فور، هولد، هنكتم، اكسهيل، ريليس، اند هولد، هنكتب. انا كده جعت. معلش انت كده هتحرق. الاكسجين ما يخش كويس، بيشغل كل حاجه، المعده تشتغل كويس، كله يشتغل كويس. اوكي. السكوير او البريذ، البريدنج تكنيك ده اسمه انتي ستريس بريدنج تكنيك، ويساعد جدا على التركيز. تمام. أوكي. ولو عملنا مثلا 5 راوندز، يفضل الناس تاخد شهيق في اربعه تدخله، تمسك النفس، زفير في اربعه، خمس مرات تمسك النفس، مثلا يبداوا بخمسه بعد كده يزودوا. مين اللي ما يمسكش النفس؟ احنا دايما كنا بنقول لو حد ضغطه عالي بلاش يهولد النفس، او لو واحده حامل مثلا، ما حدش، دول ما ينفعش يكتموا النفس. اوكي. بريدنج تكنيك تاني حلو جدا برضو، ان انا
ادخل اخد الانهيل في اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، زفير في الدبل ثمانيه. بشويش، عارف تاخده بكنترول، اسمه لايف فورس، بناخده بالكنترول. ناخده بشويش وبكنترول. بيهدي الاعصاب. فكرة فيجواليزيشن لما بنتكلم ازاي النفس بيشفي مع كل شهيق، يعني واحنا حاطين ايدينا فوق راسنا كده بنتخيل ان الفقرات بتفك تشد. احنا عايزين ايه؟ لانكثن السباين، عايزين الفقرات تبعد عن بعضها اللي هي متكربسه دي. ومع كل اكسهيل بنريح الكتاف ورا وداون. بجد لو اتنفسنا مظبوط وظبطنا صوت الغساله لسه في ترشقه، تعالي كده حسنا زادت. بصي ايه ده؟ عادي عادي. هو كل الناس كده ولا انا بس؟ لا ناس كتير. سامع؟ سامع. ايه ده؟ طب ما تعملها وانت بتتنفس، يعني اعمل الحركه وانت بتتنفس. هو انتوا سامعينها في المايك طالعه؟ لا طبعا. الحمد لله. شهيق، اكسهيل، بريث ان اند بريث اوت. ده كل ده تنشن، اعصاب مشدوده، ستريس، كل ده بيجي في الضهر، قله نفس. بيجي في مناطق معينه في الجسم، منها الشولدرز، منها الرقبه، منها اللور باك. احنا جسمنا بيتخزن فيه الستريس للاسف. اوكي، وكل ما بنتنفس وبنفتح الجسم ونريليس كل ما بيفك، فبتحس حتى ان انت مرتاح. يا ساتر، انا ابتديت احس ان انا مرتاح فعلا، احس ان في حاجه بتقع. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ دلوقتي عايزين نعمل شويه تمرينات. خلينا نبدا كده بالرقبه، الكتاف عشانك. واحنا قاعدين. اعمل ايه؟ هعمل زي انا. ماشي، هتعمل زيي. عايزين الاول نعمل تقويات للنك، للرقبه بتاعتنا، عايزين نعمل لها تقويات. يلا. اوكي، فلو حطينا صبعين هنا اللي هي التشين تاك، وكانك بتزقها لورا، واحنا بنزقها لورا اكتشلي فعلا، والقدام شهيق، ونزقها باكورد زفير، ونحاول النفس كله من مناخيرنا. انهيل باك. بص انت رقبتك ما تحركش جسمك معاها، لو بتحرك هي، بص يا ريت هم جايبيني بالجنب اتاكد ازاي ان انا بعملها صح. وانا ببص في المرايه هلاقي عندي الدبل تشين اللي هو كان عندي لو. بالظبط. ارجع لورا، انهيل. في اصوات بتطلع عندي، خلي بالك. لسه بتطلع عندك كمان؟ دي في اصوات فوق هنا. انهيل اند باكورد، نزقها لورا. ده بتعمل ايه؟ انت بتعمل دلوقتي تقويات للعضلات بتاعه الرقبه. اوكي، اند ريلاكس. طب عايزين نعمل تقويات بقى في كل الاتجاهات الاخرى. احنا اتفقنا ودنا فوق كتفنا، كتفنا باك اند داون، العمود الفقري ستريت، قعدتنا فاتحين التشست ده. اوكي طيب، اسمها تمرينات المقاومه. يعني مثلا انا عايزه ابص لناحيتي في ثلاث مرات، ثلاث اتجاهات، واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه، بس هحط الفينجرز على العظمه اللي هنا. اوكي، هتحط الصوابع بتاعك، صوابعك على العظمه، وهعمل برضو ريزيستنس كان انا عايزه ابص باتجاه اللي هو الاولاني، بس الفينجرز صوابعي منعاني فبتزقني، رقبتي ما تتحركش. انت فاهم؟ حاسس بالمقاومه كانك بتعمل ريزيستنس. واكسهيل ريح تاني، انهيل كانك عايز تلف الراس الناحيه دي، زفير بتريح، انهيل شهيق، اكسهيل تريح. عايزه الفها اكتر، يعني المفروض هبقى من هنا، لكن انت عامل ريزيستنس. انت فاهم قصدي صح؟ فهبدا اخد انهيل، احاول كان الراس عايزه تبص يمين، بس الفينجرز صوابعي منعاها وبتزقها. تمرينات ريزيستنس، مقاومه. واريح واريح. لو جيت بصيت ابعد، اوكي، انهيل شهيق، كان الراسي عايزه تبص اكتر ابعد والفينجرز معناها. واريح واعمل الناحيه الثانيه.
احنا بنعمل تقويات للعضلات بتاعه الرقبه. اللي عنده ديسك لو حاسس ان ده بيوجعه يوقف، المفروض ما حسش بين، يعمل التمرين المناسب ليه، ممكن يوريه للدكتور بتاعه او دكتور العلاج الطبيعي ويشوف المناسب ليه. حلو، نفس تمرينات المقاومه. انا اتكلمت كتير؟ لا 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 لا، اوكي. نفس تمرينات المقاومه، هبدا ان انا احط ايديا في الجنب اليمين، تمام؟ نفس القصه، انا رقبتي ثابته بس الرقبه الراس بتاعتي عايزه بتبوش وايديا منعاها. بص، مش عايزه رقبتك تتحرك، رقبتي ثابته. اكسهيل، ريح، ريلاكس. تاني ابدا تو انهيل، اخد شهيق، ازق الراس ناحيه الايد، بزق الايد ناحيه الهاد بتاعتي. وزفير، اريح. انت حاسس بتعمل كده تقويات لعضلات رقبتك من الجنب، واريح. واذر سايد، كانك بتبوش رقبتي في مكانها، ما عملتش كده، ما عملتش كده. انهيل واكسهيل، زفير، بريذ ان. كمان مره انهيل، نبداها بثلاث مرات، اكسهيل. هو انت نفسك صوته عامل كده ليه؟ غير نفسي. عشان انا متعوده اتنفس فباخد الشهيق. انا مش سامع صوت نفسي. انت عشان انت دوست نفسك صوته عالي اكتر مني ليه؟ اه، علشان انت عندك الدنيا يعني انا عندي في حاجه زنقه جوه. عشان ما بتتنفسي. انا بعمل تمرينات تنفس. طب يلا اللي بعده. اللي بعده هكذا بس من ورا. نفس الفكره، رقبتي ستريت، الرقبه في النص يا جماعه. اوكي، المفروض ان ايدي عايزه تزق الراس على قدام والراس بتمنعها، بتزقها باك. ريزيست واكسهيل، واحاول ان واوت النفس كله من مناخيري. انت كده بتقوي العضلات هنا، حاسس بيها؟ حاسس بظهري كمان. بريذ ان ثلاث مرات، نبداها ثلاثات. اخر حاجه العكس، هيبقى الاتجاه التاني. انا بزق الرقبه بتاعتي انها تروح باك وهي بتحاول تطلع لقدام. انهيل واكسهيل، ريلاكس. شهيق، ببوش. فظيع. دول كده تقويات لمين؟ لرقبتنا. ما بقاش في صوت على فكره بجد؟ لا لسه كمان. استني نشوف اللي ده. قال لي سنة، خليه بعد ما نعمل. انت سامعه من عندك؟ لا مش الدرجة. هنعمل ايه دلوقتي؟ بعدين في تمرين تاني حلو قوي، ان احنا نحط ايدينا على العظمتين دول، الكولر بونز، هنحط على ناحيه واحده كانك بتنزلها لتحت، الحته دي بتبقى تايت ضيقه. واخد انهيل وهبدا ارفع راسي سنه وابص للجنب وابدا زي كاني بعمل بص رقبتي. اه، very gentle pull، يعني بشويش جدا كانك بتفرد يوم. بتحرك راسك، في ناس مش محتاجه تحركها حاسه كده فاين، في ناس ترفع شويه وتبص للجنب. وكله انهيل، تحس دول بيفكوا بيطولوا لان احنا هنا عندنا تايت ماسل. انهيل سنتر، اكسهيل هرفع راسي للجنب وابدا تو بريذ ان، واحرك راسي خفيف لقدام والاب. ده حلو جدا برضو. لو حطينا ايدينا ورا ظهرنا بقى، انت هتحتاج ده قوي. هناخد انهيل، بتاخد انهيل شهيق، ترفع راسك اب، الراس بتترفع مع التشست الاثنين في مستوى واحد، ومع الاكسهيل نرجع باك. بريذ ان، بفتح، ده بيفتح التشست، بيفتح الصدر، بتشغل الكتف، بتبص اب، مش اب في السماء، اب شويه. وانا لاحظت ان انا دخت عشان مش متعود تتنفس. دايما الناس في كلاس اليوجا بتدوخ، كتر الاكسجين داخل كتير قوي مره واحده للدماغ، فتحس انك انت ايه، دخت بصراحه، تعبت من كتر النفس اللي دخل. بس سيف يعني، امان، ممكن تشرب ميه. اوكي، ممكن تريح شويه. انهيل اند ريلاكس عشان ما تدخش. ماشي، يبقى احنا كده شغلنا ايه، الكتف. طب عايز اشغل الكتف اكتر، هرفعه اب باك and down. Inhale. كتف down. Up. Back. Squeeze. اللي عارف عظمتين اللوح لازقين في بعض. Down. مع breathing. Breathe in. Up. لورا.
وتحت، واحده كمان، مناخير الاتجاه التاني، ارفع الكتف اب العكس عشان اديله موبيليتي. انا عايزه احرك الكتف بتاعي لان اعصاب المشدوده والرقبه اللي وجعاني مخليه الكتف يبقى ستيف، يبقى جامد ما بيتحركش. طب ممكن نعمله بطريقه تانية، باك تو سنتر. ممكن نرفع ايدينا شويه جنبنا كده ونبدا نحرك اب باك داون. النص الفوقاني ده اللي بيتحرك. انهيل، رقبتي مرتاحه خالص، رقبتي نيوترال. بريث ان، الناحيه الثانيه، انهيل اب وقدام. كل ما نتنفس ونتحرك بنريليز، بنفك العضلات، بنقوي. اند ريلاكس. دي معايا الحبل بتاعي بالستراب كده، بقى اوريك حاجات عليه. يلا تمام، نروح هناك ونعمل. طيب هناك بقى روحي انت اعملي لهم حاجات بقى لو وانت ايه؟ هتفرج. ماشي. لازم تلعبوا جزمه قبل ما تلعبوا يوجا. تمام. يلا بينا هنشوف بقى مي ايه صقر هتعمل لنا ايه. واللي عايز يتواصل مع مي صقر ممكن تخش لها على الفيسبوك او انستجرام اللي موجودين على الشاشه دلوقتي. انت هتبقي بوصلهم كده. ايوه تمام. طبعا الناس دايما وهي قاعده ممكن تحط بلوك، تحط مخده تحتها. يهمني قوي ان عمودي الفقري يكون بطوله، يعني فقرات احاول ابعدها عن بعض. ومع اي شهيق وزفير دايما اتخيل كان العمود الفقري بيدخل مع كل بريث ان وبريث اوت. ممكن برضو اشغل كتافي، ان انا اجيب اشارب، اجيب حزام، اجيب اي حاجه عندي موجوده في البيت، وابدا افتحها للاخر واخد نفس انهيل من مناخيري مع الزفير، ارجع الكتف باك واطلع اب اند فورورد اب. انا كده بشغل كمان العضلات بتاعة السكاب، الكتف، اكتافي، بقوي، بريليس اي تنشن. ممكن اعملها بطريقة تانية، ان انا ابدأ اعملها وان باي وان. يعني ايه؟ يعني اطلع مثلا الناحية اليمين الاول، انهيل بعدين الشمال، وانزل ابدأ واحد واحد اب. كل ده بيفتح الشاست. لما بيبقى الشاست بتاعنا مفتوح بنحس ان احنا تنفسنا احسن، فده ممكن برضو للكتاف. طيب عايز اعمل تقويات بس بالبادي ويت بتاعي، بالوزن بتاع جسمي. اوكي. انا جبت النهارده البطانيه دي، هقول لكم ليه. ممكن اي فوطه في البيت نستغلها. انا هنام هحط دي تحتيه بحيث ان الرقبه نايمه. طيب الرقبه مش عايزاها لتحت قوي، هعليها شويه بحيث ان الرقبه بتاعتي تبقى في مستوى السباين بتاعي. وهبدا اعمل تقويات، ان انا اخد شهيق انهيل وارفع رقبتي اب، زفير داون، انهيل اب، زفير داون. انا بعمل تقويات لرقبتي، اكسهيل داون، اعملها خمس مرات مثلا، افضل فوق شويه اند اكسهيل داون. مش عايزه حد ينزل رقبته خالص كده. ممكن نحط مخده، ممكن نحط فوطه، بس ما نزلش خالص الرقبه بتاعتي كده، ده غلط. هعمل نفس التقويات لرقبتي وانا نايمه على ظهري. لو انا نايمه على ظهري هبقى كتانية الركب بتاعتي عشان يبقى ظهري مرتاح. وهبدا وانا هنا ده يا جنبي برفع النك اب، زفير داون. في ناس بقى ممكن رقبتها تبقى عامله كده من كتر ما هي ضعيفه، فساعتها يحطوا حاجه يسندوا عليها الرقبه بتاعتهم، رقبتي تبقى مرتاح. انهيل ليفت، ارفع النك اب، زفير تحت، بريذ ان. ده حلو قوي للناس اللي عندها، بيقوي جدا الناس اللي عندها ديسكات، ديسك او الام في الرقبه. بريذ ان اند بريذ اوت. بما ان انا نايمه على ظهري ممكن اتني الفوطه دي، او لو عندي بلوك واحط واحده تحت عظمه اللوح اللي هي اوكي، لو حطيتها كده بالجنب تحت العظمتين، واحط واحده تانية اسند بيها رقبتي. تمام.
انا كده ده مريح جدا، انا فاتحه، انا كل اللي عليا هنا ان انا مثلا اتنفس، اخد 5 انفاس ان اند اوت. واحنا نايمين على ظهرنا بيبقى سهل قوي علينا ان احنا بطننا تطلع لبره واحنا بنتنفس. بريذ ان اند بريذ اوت، انا كده رقبتي مرتاحه فاتحه، التشست بتاعي ممكن لو محدش عنده بلوك يجيب الفوطه يتنيها، بشكير كليم وات ايفر، بحطه تحت العظمتين. اوكي بس يتنفس، ممكن اقعد كده اتنفس قد ايه هحس ان انا اصلا عدلت البوستر بتاعي، عدلت شكل جسمي اللي بقى مقوس، فتحت الصدر عشان اتنفس احسن. just breathe in and out. تمام. طيب وانا بقوم دايما بقوم بالجنب، محدش يقوم مرة واحدة، احنا دايما بنقوم بشويش، بنقوم بالجنب، بنريح شوية واحنا بنقوم عشان بنبقى زي ما انت دخت كده، كلنا الناس ممكن تدوخ. واخد وقت اشوف التأثير بتاع التمرينين دول عليا. يبقى انا عملت تمرين وانا نايمة على جنبي وبرفع رقبتي، وعملت تمرين وانا نايمة على ظهري وبرفع رقبتي up وداون، وعملت تمرين ان انا افتح التشست احط حاجة تحت العظمتين دول بتوع اللوح الشولدر بليدز، وان انا ابقى الصدر بتاعي مفتوح واتنفس. طيب هنعمل بقى تمرينات للرقبة تقوية وانا نايمة على بطني. واحنا نايمين على البطن في كذا حاجة. اول حاجة ممكن احط ايديا جنبي جنب الريب كيج بتاعي، وابدأ ان انا اخد شهيق واطلع فوق بس بالابر باك ورقبتي، مش عايزه اطلع اكتر من كده، انا مش عايزه احمل على اللور باك. التمرين ده تقويات للعضلات اللي فوق بتاعه الظهر. افتح الشست واشغل رقبتي، اكسهيل داون، شهيق زفير، انهيل اكسهيل. طيب تمرين تاني للرقبه بس، هبدا اسند. هو كل تمرين يعملوا كم عده؟ يبداوا بخمسات. أوكي. ويشوفوا نفسهم ده مناسب ليهم ولا لا. حد حاسس بوجع اوقف، يعني عمري ممكن احس شويه مش مرتاحه بس مش وجع، هحط الفور هاد بتاعتي الاورا بتاعتي هحطها على مخده او حاجه يعني ما تبقى راسي مرتاحه، وايديا هتبقى جنبي. تمام. وهبدا اخد انهيل وارفع رقبتي حاجه بسيطه، اكسهيل داون زي ما عملنا واحنا نايمين على ظهرنا، اب داون، تقويات للرقبه بالبادي ويت بتاعنا، نعملها 5 تايمز. ممكن اثبت يعني ممكن اخد 3 بريث هير اند داون. طب عايزه اعمل تقويات لكتفي، هبدا افتح الايد بتاعتي جنبي واخلي الصبع الكبير الثامب يبص فوق، وابدا ارفع الكتف اب داون. يبقى اللي شغال هنا ايه؟ الشولدرز اب، كتف، الكتاف داون. بريذ ان. طب لو جيت عملتها كاني عامله حرف الدبليو، تمام، الكتف مع الكوع والكوع مع الايد، وابدا ارفع الكتف اب، ممكن ساعتها استخدم رقبتي اب. انا كده بعمل تقويات كمان لعضلات الاكتاف. لو جيت فتحت حرف الواي بالانجليزي او عملت زي ايد 45 درجه كده، شهيق ارفع الكتف اب داون، انهيل زفير 3 مرات، او ممكن ارفع يبقى الظهر ده. تمام كده، حلو قوي. يبقى دي كلها تمرينات، اهم حاجه الاستمراريه عليها. اجي تعالى اتفضل. انا في حاجه تانية كنت عايزه اعملها بس نسيت والله. كده حلو قوي من كتر ما اتنفستك. انا النهارده شرفتي ونورتي، ركزت على فكتي لي كتفي، دي اهم حاجه. بت لسه بتطرشق؟ لا يعني اكيد بتطرق بتطرشق. احنا تعالي اسمعي الطرشقه كده لسه بس قلت.
هي قلت بس لسه. هو في تحسي ان العظم بتاع الظهر ايه ده؟ على فكره هي حاجه ما تخضش يعني، انا مش خبيره في هذا الموضوع. تقريبا بيبقى في نيتروجين بتوين ال يعني، في ناس طبيعتها بتبقى انا كده. انا طبيعتي في كده. ناس بتبقى بصي انا طبيعتها عملت كده كده. برضو، هنا في اصوات في كتفي سامعه؟ يعني في ناس عادي، بس يعني هو بيبقى ستريس. شرفتينا ونورتينا، ميرسي ميرسي جدا، قوي 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 ميرسي. على الفقره هو الممتعه اهم الحلوه دي. حاجه الاستمراريه والصبر، صح والحاجات دي بتجيب نتيجه جدا. واهم حاجه ان لو حد حس باي بين يوقف، شكرا. اي حد ميرسي. حاسب بتعب يوقف، اي تعب ما يكبرش. يوقف. بشكر ميساء، ميرسي جدا ليكي، شرفتينا ميرسي. ونورتينا. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ ايهاب وكيم، خليكم على لو سمحتوا.